آلة تصفية الدم هذه هي ما يربط الطفل مهند بالحياة. أصيب الطفل بالقصور الكلوي قبل 4 أعوام ومعاناته مع المرض مستمرة، فالطفل ذو 10 أعوام خضع لجلسات الغسيل ما يقارب نصف حياته التي قضاها. غسيل يغسل بالأسبوع مرتين اللي هي الأربعاء والأحد، كان يغسل بالفترة الصباحية وبعدين نقله إلى الفترة المسائية. طبعا بعد الغسيل يكون منهك جدا وتعبان لدرجة أنه أحيانا حتى صوته يتغير وطريقة تنفسه تتغير. معاناة لا تسعها جدران هذه القاعة المكتظة بالمرضى. مركز الغسيل بالمستشفى الجمهوري بصنعاء واحدا من المراكز التي تواجه العمل بنقص الأدوية والمعدات والضغط الشديد من قبل المرضى أيضا. عدد كبير من المرضى بما عدد 80 مريض اليوم، هؤلاء المرضى يزداد عددهم يوم بعد يوم، وذلك نتيجة لبعض الأمراض التي يصابها المريض كارتفاع ضغط الدم، كمرضى السكر، بالإضافة إلى الحصوات التي تكون في الكلى والإهمال في علاجها، الالتهابات الحادة التي تحدث للكلية، تضخم قناة البروستات، الإفراط في تناول الأدوية وخاصة المسكنات والمهدئات، مغلقات الغذاء الغير الصحي، كل هذه تؤثر على الكلى. 50,000 شخص هو عدد مرضى الفشل الكلوي، منهم 8,000 حالة تخضع لجلسات الغسيل أسبوعياً، واقع يفوق طاقة استيعاب المراكز. بالإضافة إلى تردي الوضع الصحي وما تواجهه هذه المراكز من تحديات، هناك مناشدات لإنقاذ حياة هؤلاء المرضى ورفع المعاناة عنهم. وذلك ما دفع مؤسسات إنسانية محلية إلى تنظيم مؤتمراً لمرضى الفشل الكلوي، بغية الحد من مخاطر المرض وحشد الدعم لمساندة المرضى. 40,000 حالة مرضى في الفشل الكلوي، واحتاجوا لإجراء جلسات الإصفاء الدموي. توجد لدينا مشاكل كثيرة، منها توفير المستلزمات ومستلزمات الغسيل، لأنها في حد ذاتها مكلفة وتحتاج إلى منظمات داعمة لتوعية المجتمع بمرضى الفشل الكلوي وأخطاره، وحشد الجهود والشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية. ثالثا، حبينا أن ندعو جميع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية أن تقوم بدعم المراكز. 10,000 شخص يموتون سنويا في اليمن بسبب الأمراض المزمنة، من بينهم مرضى الفشل الكلوي حسب إحصائيات المنظمات الدولية في البلاد. إياد الموسمي، روداو، صنعاء.